يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري واقض ماربي واجر به جسدي من النيران واحطط به وزري واخلص نيتي واشدد به وزري واصلح شاني واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعلي مكاني واقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وأحي جناني أسهر به ليلي وأضم جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني أمزجه يا ربي بلحمي معدمي واغسل به قلبي من الأضغان أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لاب السلام علي من يلقاني ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي ونبوت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثاربي وحلمت عن سخطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني ولقد مننت علي ربي بأنعم مالي بشكر أخلهن يداني فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني لا اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيديها إيماني لو سبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني
ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان ونظمته ببلاغة نزلية تكييفها يخفى على الأذهان وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحساني.